وعلى فكرة في مجال الجرافيك احنا فعلا بسم الله ما شاء الله عندنا شباب يجننوا حرفيا. على فكرة في مصريين كتير جدا بيشتغلوا في ديزني، بيشتغلوا في ديزني في هوليود، منهم في مش عارف يعني، بس يعني في جرافيك ديزاينر كان في آخر فيلم اللي هو بتاع علاء الدين، كان في طبعا كمية ده خد جوائز. ايوه طبعا، والولد كمان الجرافيك ديزاينر مصري وبسم الله ما شاء الله عليه شغله يجنن، متخصص في الملابس، في الملابس. هو الجرافيك ديزاينر فيها تخصصات دقيقة، وصلت للدرجة دي. في قسم للملابس تمام، يلبس الشخصية، يلبس الشخصية، وفي قسم الموديلنج، الموديلنج ده اللي بيعمل الشخصية نفسها، يصمم الشخصية، يصمم الشخصية، ينحت العين، ينحت المناخير، الجسم كله. ده بينحتها على ايه؟ على ماكيت واقعي ولا على الشاشة؟ بينحتها الاول، هو بيكون واخد سورس رسمة، يعني بيجي رسام يقول له انا عايزك تنحت شخصية بالشكل ده، بعدين هو بينفذها على البرامج. برامج الجرافيك طبعا متعددة بدون ذكر اسمها، في برامج كتير بتدي الشخص يعني، وصلت ان في برامج منها بيوصل بيها ان الشكل بيبقى حقيقي تماما. في افلام اجنبية في هوليود نص الانتاج بتاع الفيلم بيبقى كله جرافيك، وانت متخيل ان البطل قدامك هو اللي بيمثل، انما هو شخصية جرافيكس ومعمولة باحترافية. يعني ممكن يعمل إنسان. نفس الممثل هو مش ممكن، هو اتعمل يعني فعلا يعمل كتير 2019 كمان. يعني دلوقتي احنا مش مضطرين مثلا لما نيجي نطلع البطل بدورين يمثل الدورين، ممكن لا. تعمل شخصية جرافيك قدام الشخصية جرافيك وتنفس. يعني دلوقتي مثلا الافلام اللي هو يعني في افلام اجنبية اللي هو البطل بيجري يحارب وحوش، يقتلهم، يجري في الغابة والكلام ده، كان الاول البطل مثلا بيجري على كروما ويتحط وراه الوحوش والكلام ده كله. دلوقتي لا، البطل ما بيمثلش خالص، هم عاملين له شخصيه كامله وهي اللي بتحارب. طبعا بتبقى بالنسبه لهم انتاجيا بتبقى بتطلع باحترافيه وبشكل افضل كبير، بس طبعا بتبقى مكلفه جدا جدا. يعني دلوقتي نقدر نعمل فيلم مثلا، تصور كده ان بما ان الجرافيك يقدر يعمل لي شخصيات ينحتها من الاول نسخه كامله، يعني نقدر نعمل فيلم تاني لعمر الشريف وفاتن حمامه جدا وعبد الحليم جدا. وكان في على فكره مجموعه من شباب سوريين بيفكروا يعملوا نسخه جديده جرافيك من فيلم عمر المختار، ومقدمين طلب كان ساعتها لشركه يعني بالشخصيات جديدة. يعني نفس الممثلين، يعني نجيب نشوف نفس الممثلين بس جرافيك ويجيب الصوت ازاي بقى؟ طب ماشي الصوره، احنا بقى الراديو يجيب الصوت ازاي ده حضرتك بقى. بس اظن يعني انا ما اعرفش تكنولوجيا الصوت ممكن تتطور ان هي أكيد. يعمل محاكاه طبعا هتتطور، بس بالنسبه للصوره لا، المحاكاه يعمل حصلت نسخة الاصل. ايوه حصل، وافلام كتير جدا في 2019 نزلت افلام كتير جدا تقريبا نص الانتاج بتاعها جرافيك. طب ده يخض ولا مبشر؟ يعني ده حلو ولا يقلقنا على انه الممثل بقى يمثل نص الفيلم بقى؟ ممكن افلام من الافلام المسيئة تاخد ممثل كبير تعمله جرافيك واحنا ما نبقاش عارفين؟ هو يعني هيفتح ابواب كتيرة جدا. نستخدمه بالطريقتين، يعني في الطريقة السيئة يعني نقدر فعلا تبقى مرعبة، ودي يعني دي بتستدعي ان دايما يبقى فيه خبراء بيوعوا، ويكون النقاد طبعا عليهم دور كبير جدا في الموضوع ده. ويمكن الجرافيك بالنسبة للنقاد يعني في مصر ممكن يكون مظلوم شوية، يعني بدأ لي بقى لي طفرات في أفلام مصرية دلوقتي بتعرض في دور السينما، شغل الجرافيك فيها يجنن. يعني أنا جرافيك ديزاينر وما حضرت الفيلم استمتعت جدا. طبعا كل التيم ما شاء الله. طب هل هيظهر جيل جديد من النقاد اللي يقدر يقيم صورة الجرافيك، مش بس تمثيل الممثل، لا يقدر يقيم أداء الجرافيك ديزاينر؟ هو ده المفترض ان ده يكون، لاني حرفيا دلوقتي الجرافيك يعني احنا نقدر كمان يعني الجرافيك مش مخصص دلوقتي يا دكتور في صناعة السينما او في صناعة الاعلام، دلوقتي في الطب الجرافيك في الطب مفيد جدا. يعني دلوقتي الطبيب ما فيش عملية مثلا جراحية مهما كانت صعوبتها إلا ما في محاكاة ليها بالجرافيك بالملي. يعني أنا مثلا واحد عايز أروح أعمل عملية قلب مفتوح، عايز أشوف الدكتور هيعمل فيه إيه، إزاي هيفتح ويشق ويشتغل، كل الكلام ده كله تلاقيه موجود على تصميمات الدكاترة بتعمل أفلام كله. أيوة معمول كله 3D في هيئة بحوث تقريبا بريطانية طبية عاملة موقع موديل لكل العمليات، موديلنج لكل العمليات اللي موجود. يعني إذا انتوا مش هتشتغلوا بس في الميديا ولا الإعلام،
لا لا في كل العالم بيشتغل في كل المجالات تقريبا. يعني في كل المجالات انت محتاجه. يعني ما يتقليش ان في مجال ممكن يكون خارج عن الهندسة كمان برضو الجرافيك فيها طبعا برامج المعمار فيها قوية جدا. الطب يعني كمان الطب طبعا دلوقتي هنا في مصر كمان الأطباء بدأوا ينتبهوا لفكرة الجرافيك جدا وبدأوا يهتموا بيه ويبدأوا يقدموا يعني يشرحوا للعملاء خدماتهم عن طريق تصميمات الجرافيك. صحيح الجرافيك. يعني نقدر نستخدم الجرافيك في حاجات مفيدة جدا كتير. والسيء أكيد موجود بس يعني ما يتهيأليش إن هو يعني كمان برضو ناخد بالنا إن الجمهور برضو واعي. هو كمان يزداد وعيا بسرعة. لأن التطور سريع. صح ده يعني وكمان الجمهور بيبدأ يعني لو حضرتك جيتي مثلا تفرجي على فيلم إنتاج التسعينات. فيلم أجنبي مثلا في مؤثرات بصرية وجيت تتفرجي على فيلم جديد انت نفسك هتقولي ده جرافيك يعني خلاص الناس فهمت يعني الفيلم القديم انت لاحظت ممكن الجديد يعني ترتبش شويه لان زي ما قلنا الجودة دلوقتي الاتجاه بقى في ناحيه اللي هو الريل فلا الناس بدات تقارن جدا غير زمان الاول احنا كان مثلا طاقيه الاخ في الفيلم بتاع طاقيه الاخ كانت مجننانه يعني انا واحد من الناس كنت بحلم ان انا عايز طاقيه الاخ يا جدعان ايوه وانا والله ده دلوقتي انت تقدر تصنعها كميديا يعني سهله تصنع لكن مش سهله تصنعها كواقع برضه لو ان قريت كتير بقى قوي عن منتجات حقيقيه بتشتغل شغل طاقيه الاخ دي طب كويس موجودة يعني ما وعدكش بس غالبا هيحصل العلم مرعب مرعب وعظيم في نفس الوقت الاستخدام هو مفتاح الحياة.